بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم أخوكم نيف الضفيري مدرب في مادة المهارات الجامعية اليوم بإذن الله راح نتكلم عن الجلسة التدريبية الثامنة عنوان هذه الجلسة مهارات التحدث والعرض أمام الجمهور طبعا في بداية كل جلسة عندنا محاور راح نتكلم عنها في خلال جلستنا هذه أول المحاور راح نعرض الأهداف للطالب طيب اول المحاور اللي هو الاهداف طبعا اهداف الجلسه عندنا تتكون من تقريبا خمس الى ست عناصر راح نتكلم عنها في هذه الجلسه اول هدف اول هدف من هذه الجلسه اللي هو استخلاص مفهوم العرض التقديمي الهدف الثاني اللي هو مفهوم الوسائل العرض التقديمي كذلك نتعرف على مواصفات العرض الفعال وبعدها ننتقل إلى مفهوم مهارة التحدث وسمات المتحدث الجيد ومؤشرات تفاعل الجمهور. طيب، خلونا نبدأ في أول محور في هذه الجلسة. طبعاً زي ما أنتم عارفين إنه لما يكون الشخص أمام الجمهور يحدث له نوع من الرهبة والقلق والخوف إنه إنه يكون قدام الجمهور وإن الجمهور يناظره ويتكلم ويعطي بعض المعلومات. مع الجمهور، فهذا الأمر طبيعي، اعتقد انه مرينا عليه جميعا نمر على هذه الحالة، لكن متى يكون ما هو طبيعي؟ إذا انتقل أو استمر مع الشخص و... وانتقل وسمي بالمرض، وما هو المرض؟ مرض يسمى الاضطراب اضطراب القلق الاجتماعي، طيب، نبي نعرف وش هو مفهوم القلق الاجتماعي، هو طبعا نوع من المخاوف الغير مبررة اللي هو اللي ما لها تبريرات. فالسبب انه يقوم في عند هو نوع من المخاوف من المخاوف عندما يقوم الشخص بعرض يعني بعرض امام الجمهور او انه يكون تحت الجمهور سواء عرض عمل او في المناسبات فيحصل له نوع من من الخجل والقلق والتوتر. طبعا في هذه الحاله يحتاج المتحدث انه يخضع الى برنامج تدريبي سلوكي فبعضهم ممكن يحتاج الى العقاقير عشان تهدئ من حده هذا التوتر. طيب، في بعض الاعراض اللي ممكن انها تظهر على المتحدث اثناء العرض التقديمي. طيب هذه او هذه الاعراض زي ما انتم شايفين. اول هذه الاعراض اللي هو العرق. العرق لما ينزل من الشخص انت اهمله، يعني لا لا تعطيه زي ما تقول زي ما نقول انه تعطيه انتباه فينتبهون له الجمهور، هذا أول العرض، العرض الثاني دقات القلب. في يصير فيه زيادة في دقات القلب، فحاول إنك تتنفس بعمق، أيضاً حاول إنك ما تنظر إلى الجمهور مباشرة. طيب، حتى لو كنت جالس، امسك ركبك، امسك ركبتي عشان يخفف من هذه الدقات القلب. العرض الثالث أو المظهر الثالث اللي هو جفاف الفم، فلما يحصل فيه جفاف فم، تكلم ببطء. حاول انك تتكلم ببطء، لو كانت عندك مويه ايضا خذ لك رشفه من هذه المويه. طيب، رجفه في الصوت، لما تحس انك صوتك بدات او انك تحس فيه رجفه بالصوت، تكلم ايضا ببطء، واقف بين الكلمات، يعني لما تعطي معلومه وقف شوي بعدين تكلم في بطء، فتحس انه تجاوزت هذه هذا المظهر. طيب، رجفه في اليدين، اذا صارت في رجفه، حاول انك تمسك بعض الاوراق فهي تساعد المتحدث فانه انه ما يحصل له هذه الرجفه ايضا لو كان معك قلم حاول انك تمسك القلم طيب نشوف اللي بعده اللي هو سرعه في التنفس اذا صار عندك سرعه في التنفس تنفس من انفك لا من فمك اللي بعده الخوف العام لما تحس انك او تحس انه في خوف عام من الجمهور لا تنظر لعيون الجمهور مباشره حاول انك تنظر الى رؤوسهم تقريبا طيب ايضا لو كان مثلا في صديق لك موجود لو كان في واحد مثلا زي ما تقول انه بينك وبينه اول تواصل فحاول انك تنظر له يهدئ من هذا الخوف لو صار فيه برودة في اليدين حاول انك تفرك ايدينك طبعا هذا هي اول محاورنا اللي هو استعد خلونا ننتقل الى العنصر الثاني اللي هو مفهوم العرض التقديمي، لو جيت سالتكم يا شباب وش هو مفهوم العرض التقديمي؟ تبتقولي طيب والله انك تنقل معلومات، صحيح، فهو نشاط لنقل المعلومات او الاثراء او الاعمال او المقترحات من شخص، الشخص هذا يسمى ايش؟ متحدث، الى عدة متلقين او متلقي، طبعا انا فائدة انا الفائدة من هذا العرض اني انقل لكم معلومات، طيب، فكل عرض تقديمي له فائدة فيقول لك من ضمن التعريف انه بغرض يتحقق خلاله الغرض من هذا العرض التقديمي، هذا هو يا شباب باختصار مفهوم العرض التقديمي، خلونا نجي الان ونشوف ايش هي مواصفات العرض التقديمي الفعال، والله بشوف ابى اخلي عرضي انا فعال، طيب اول هذه المواصفات اول صفه عندي يثير انتباه الحضور ويلائم اهتماماتهم. طبعا انت لما تجي للجمهور او انه تعرف انه في جمهور راح يسمع لك حاول انه يكون الموضوع يلائم اهتماماتهم يعني على قدر سنهم على قدر هواياتهم في هذا الموضوع ايضا يثير انتباه الجمهور انه الجمهور يثير انتباهه هذا العنوان او هذا العرض التقديمي اللي انت جالس تقدمه النقطه الثانيه منظم وواضح ومتناسق في تتابعه انه يكون منظم انه يكون في تنظيم للعرض التقديمي ما يكون في لخبطه او انه فيه شريحه سابقه شريحه فيكون منظم، واضح انه يكون واضح للجميع سواء الكلمات واضحه او العرض يكون واضح للمتلقي، طيب، متناسق في تتابعه انه اللي نعرفه انه الموضوع لما يكون عندك موضوع تب تلقيه لازم يكون له في مقدمه، لازم يكون له في صلب ومحتوى واخر شيء يكون له خاتمة فهذا هو التناسق والتتابع المطلوب في كل عرض تقديمي يعتمد على الحقائق أكيد أنه لما أنت بتعرض أنت لجمهور أو تبتعرض لطلاب أياً كان أنه لازم تقدم لهم البراهين والأدلة على كلامك اللي أنت جالس تقوله فحاول أنك تستشهد في بعض الاستشهادات لكي تثبت ما تقوله يتصف بالمرونه انه قابل للتغيير قابل للتغيير بناء على مثلا الجمهور اللي حاضر ايضا يبتعد عن المبالغه والتكلف انه ما يكون في تكلف ومبالغه في العرض التقديمي اخر شيء يحقق عفوا اللي قبل الاخير انه يحقق الاستفاده ويؤثر ايجابا على الجمهور اكيد انه انت عارف لما يكون عندك عرض تقديمي لازم انه يكون له تاثير ايجابي على الموجودين وايضا يستفيدون من هذا العرض يتجاوز توقعات الحضور ويجيب عن تساؤلاتهم نعرف انه كل جمهور لما انت بتلقي محاضرة ويكون محدد المحاضرة وعنوانها ومكانها فالجمهور يكون عنده تساؤلات فانت لازم تجيب عن هذه التساؤلات كيف تجيب انك تلم في الموضوع كامل من الالف الى الياء تكون ملم في هذا الموضوع اخر شيء يشجع الحضور على المشاركة وابداء أراءهم هذه من النقاط المهمه في العرض التقديمي حيث ان الجمهور يشارك مع المتحدث في العرض التقديمي طيب هذه هي مواصفات العرض التقديمي الفعال خلونا نجي نشوف وش الوسائل اللي يقدر يستخدمها المتحدث اثناء العرض التقديمي طبعا عندنا عده وسائل راح اشرحها لكم بشكل سريع اول شيء الشفافيات في بعض زي اللي موجود الان امامكم انه تكون شفافه ومكتوب عليها كلام فيسلط عليها زي المجهر ويعرضها على البروجيكتر هذا يسمى بالشفافيات عروض عروض اللي هو اللي زي ما تشوفونه الان هذا عرض باوربوينت تستطيع انك تستخدمه في العرض التقديمي الاوراق طبعا فيه ورق كبير على ستاند وتستطيع انك تقلبه زي اللي زي الباوربوينت لكنه يدوي انت تقلبه يكون فيه صفحات كبيره فهذا هو الاوراق الكبيره اللوح القلام. الافلام والفيديو ممكن انك تستشهد بفيديو او انك تسوي لك فيلم وتعرضه على المتلقي عروض الانفوجرافيك طبعا عروض الانفوجرافيك زي الصوره صوره كامله فيها المعلومات والاحصائيات عن هذا الموضوع تعرضها للجمهور. الخرائط والرسوم أن تكون في خرائط ورسوم بيانيه وتعرضها للجمهور، جهاز التسجيل السمعي ايضا تستطيع انك تستخدمه اللي هو جهاز مسجل فيه وتعرضه على الجمهور، اخر شيء اللي هو السبوره ونعرف انه السبوره العاديه اللي كانوا يستخدمونها سابقا، هذه هي الوسائل العرض وسائل العرض التقديمي يستطيع المتحدث انه يا ياخذ وحده او اكثر منها ويعرضها ويستخدمها في عرضه التقديمي. خلونا الان نشوف قواعد التعامل مع الوسائل العرض التقديمي. طبعا في بعض الاحيان تحتاج الى انك تسوي اشياء لكي ايضا يظهر عرضك التقديمي فعال ويطلع بصوره واضحه، وايضا في اشياء نتركها لازم انه نتركها بحيث انه ما تخل في العرض التقديمي. خلونا نشوف الـ الاشياء اللي تسويها والاشياء اللي ما تسويها، طيب، اول شيء عندنا انك تجعل الوسيله واضحه وجذابه ما استطعت، انك تجعل مثلا فيها صور، فيها رسوم، رسومات، فيها الوان، لا تجعلها كلها كلام بحيث انه الجمهور يمل من الكلام، فاجعل فيها كلمات مفتاحيه، طيب، قف جانبا زي ما اللي صاير الان، انا هذه وسيله العرض اللي انا جالس اقدم استخدمها، فما يصير اني اوقف واعيق او احجب الرؤيه عن الجمهور، احاول اني دائما ابتعد جانبا، ادر وسائل الايضاح بنفسك اي انه انه لما يكون عندك مثلا باوربوينت او يكون عندك لوح قلاب او يكون عندك فيديو او فيلم، انت بنفسك تدير هذه الوسائل، اي يعني انت اللي تقدر تعرض البوربوينت تشغل الفيديو تستخدم الورق تكتب على السبوره فانت بنفسك تجعلها تحت سيطرتك اللي بعده يقولك وزع طبعا توزع اوراق على الجمهور لانك تتحكم في الماده والتوقيت يعني لو كانت عندك مثلا بعض الاوراق متعلقه في العرض اللي انت قاعد تقدمه حاول انك توزع على الجمهور اجعلها وسيله ايضاح ولا تجعلها محاضره واضح انه ما اجعل اللي موجود هنا اكثر من كلام هذه هي مجرد وسيله وانا الاساس. اللي بعده ركز النظر على الجمهور وليس على الوسيله، فاعتقد انه لما يكون كل تركيزك زي ما اللي انا اسويه الان واتجاهل انا بتجاهل كذا الجمهور، لكن اجعل تركيزك على الجمهور، فهذا تعرف ردود افعالهم من خلال الكلام اللي جالس تقوله انه هل هو فعلا فهموا النقطه او لا. اخر شيء يقول لك رقم وسائل الايضاح اي انك تجعل وسائل الايضاح مرتبه يعني انا عندي اكثر من وسيله مثلا بستخدم الباوربوينت بعدها بستخدم السبوره بعدها بستخدم اللوحه القلاب بعدها بستخدم مثلا الفيلم او اعرض الفيلم او الفيديو فانا بقول انه اول شيء بستخدم الباوربوينت بعدها السبوره بعدها اللوحه القلاب اخر شيء ابنتهي بالفيديو لا تجعلها بديلا لحديثك اجعلها مساعده لك زي ما ذكرنا قبل شوي ولا تعرض الوسيلة قبل البدء قبل البدء عنها طيب الأشياء السلبية شباب اللي موجودة عندنا هنا أنك ما تعرض الوسيلة قبل الحديث عنها ولا تشير بيدك لأن هذا يضطرك أنك توقف بين الوسيلة وبين الجمهور طيب هذا فيما يخص ال القواعد التعامل مع وسيله وسيله وسائل العرض التقديمي. خلونا نشوف مراحل العرض التقديمي. طبعا زي ما احنا عارفين انه مراحل العرض التقديمي تمر انه العرض التقديمي يمر في عده مراحل. عندنا هنا اربع مراحل يمر فيها العرض التقديمي. اول هذه المراحل اختيار الموضوع، انه المتحدث يختار الموضوع بناء على اشياء، من ضمنها انه هل هو ملم في هذا الشيء؟ الشيء الثاني انه اهميته انه اهميته سواء لك او للي للمستمعين. طيب، هذا اول مرحله، المرحله اللي بعدها التنظيم والتنسيق. التنظيم والتنسيق اول شيء تعرف وش الهدف من حديثك، هل هو نقل معلومات؟ هل هو تبادل معارف او هو اقناع جمهور؟ طيب، بعد ما هذا عليك يعني ان تلتزم بمراحل ببناء موضوع العرض التقديمي، انت لما تبنيه لازم يكون عندك اول شيء مقدمه يكون عندك وسط الموضوع ويكون عندك الخاتمة طيب المقدمة هي صورة توضح اللي أنت راح تتكلم عنه طيب هذا المقدمة الوسط الموضوع هو صلب الموضوع يفضل أنه يصاغ بطريقة مباشرة وجمل بسيطة وبليغة بحيث أنها تكون واضحة للجمهور آخر شيء اللي هو الخاتمة في المرحلة الثانية اللي هي التنظيم والتنسيق الخاتمة أنك تعطي بعض الكلمات وبعض الجمل تدل على انك انتهيت من هذه المحاضره او هذا العرض التقديمي. نروح للمرحله الثالثه اللي هي تجهيز العرض. تتجهز العرض بحالتين، انك اول شيء تختار الوسيله بعد ما تختار العنوان وتنظمه تختار الوسيله المناسبه للعرض. طبعا انا ممكن استخدم وسيله ما هي مناسبه للجمهور او ما هي مناسبه للموضوع نفسه، فانت تحتاج انك تختار الوسيله المناسبه. كذلك تحديد تحديد استراتيجيات العرض اي يعني انه والله انا بستخدم البوربوينت طيب تمام بعدها بعرض الشريحه الاولى بعرض الشريحه الثانيه الشريحه الثالثه راح يكون فيها سؤال راح توقف هنا راح اسال بعض الاسئله للطلاب والى ذلك يعني يكون عندك طريقه واضحه لعرض هذا العرض التقديمي اخر شيء تنفيذ اللقاء يضم حاجتين المهارات السلوكيه اللي هي العنايه بالمنظر وطريقة الوقوف وطريقة اللباس والحركة حركة الجسم وتعبير الوجه أه 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 تعبير الوجه على انك لازم تتصل مع الجمهور من ثلاث الى خمس ثواني كل شوي يعني ثلاث الى خمس ثواني مع الجمهور، طيب الشيء الثاني اللي هو جذب وادارة الجمهور انك تجذبهم كالبداية القوية اول شيء تسالهم سؤال مثلا فينجذب في معك الجمهور او تقول لهم قصة بحيث انه يتفاعل معك الجمهور. هذه هي مراحل العرض التقديمي الاربعه، نروح للقسم الثاني من هذه الجلسه اللي هو مهاره التحدث، تكلمنا عن مهاره العرض واخذنا وسائل العرض التقديمي ومراحل العرض التقديمي وكيف تجعل العرض فعال وقواعد التعامل مع وسائل العرض التقديمي، خلونا ننتقل الى الجزء الثاني اللي هو مهاره التحدث، مهاره التحدث تنبني على ثلاث اشياء، هو فن ومهارة وموهبة، خلونا نجي نشوف وش هو الفن، وش هو المهارة، وش هو الموهبة. هو الفن لأنه شخصي يعتمد على شخصية الإنسان ومدى حماسته وإبداعه، هذا الشيء الأول. طيب، مهارة، المهارة نعرف أنه لما يكون عندك مهارة تحتاج إلى تدريب. فهو مهارة لأنه يحتاج إلى تدريب وتنمية للقدرات. موهبة، الموهبة نعرف أنه هذه الموهبة لأن الشخص يستطيع صقل هذه الموهبة ويكون متحدث ناجح في ومؤثر في الاخرين هذا هو مفهوم التحدث باختصار خلونا نجي الان نشوف وش سمات المتحدث الجيد والله انا بعرف الان وش سمات هذا المتحدث الجيد هي ثلاث سمات وكل سمه فيها عده شروحات راح نشرحها لكم باذن الله اول السمات اللي هي السمات الشخصيه انه يكون موضوعيه الموضوعيه معناها انك عدم التحيز وتقبل اراء الاخرين هذا اول شيء الشيء الثاني الصدق الصدق معناه انك افعالك نفس عفوا اقوالك نفس افعالك يعني ما تقول شيء وانت تفعل الشيء نفسه فحاول ان افعالك نفس اقوالك الوضوح طبعا انت لما تعرض العرض التقديمي او التحدث لازم يكون عندك وضوح في الكلمات وتعرف وش الكلمات المناسبة الدقة انك تتأكد من الكلمات اللي تستخدمها وهل هو مكانها الصحيح او لا وانه هل تؤدي المعنى بالشكل الصحيح الاتزان الانفعالي انه الشخص قادر على وزن الانفعالات حقته لانه يتقابل بعض المرات يقابل الجمهور ممكن انه يسال سؤال فينفعل المتحدث فعلى المتحدث انه يتسم بهذه الصفه اللي هي الاتزان الانفعالي واخر شيء المظهر من ضمن السمات الشخصيه انك تعتني بالمظهر اللبس والاناقه والنظافه. هذه السمات الشخصيه، نروح الان للسمات الصوتيه. السمات الصوتيه ينبغي انه يكون صوتك واضح ومرن وما تقلد احد بصوته. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني انه انتم عارفين انه الان يا شباب لما تتحدث انت تسمع نفسك، ليش؟ لانه اذنك قريبه. فحاول انه ترفع الصوت اللي موجود في الخلف عشان يسمعك. لو كنت مثلا تستخدم ميكروفون لا تحاول إنك تطرق أو أنك تنفخ فيه فهذا يسبب إزعاج للجمهور آخر شيء استعمل صوتك الطبيعي لكن مع تفاعل الجمهور حاول أن يكون طبقات صوتك مرة مرتفعة من مرة منخفضة بناء على تفاعل الجمهور فلو شفت الجمهور ما هو متفاعل معك حاول أنك ترفع الصوت علشان الجمهور يتفاعل معك طيب خلونا نروح لآخر هذه السمات اللي هي السمات الإقناعية من اسمها الاقناعيه لازم انك تستشهد بالقران والسنه، يعني تجيب ادله من القران والسنه بحيث انك تكون من ضمن المتحدثين الجيدين لما تجيب اي استشهاد من القران او السنه. ايضا القدره على التعبير انه المتحدث لازم ان يكون قادر على التعبير، لو جاء سؤال او جته فكره فحا يحاول انه قادر انه على التعبير عن هذه الفكره. تقديم الأدلة هاي من ضمن الأشياء الإقناعية أو الأساليب الإقناعية إنك تجيب أدلة على كلامك، تدري إنه هذا والله الدليل من من الكتاب الفلاني أو الشخص الفلاني. الضبط الإنفعالي إنك تضبط إنفعالاتك لو حصل في أي سؤال، تقبل النقد فهذه من ضمن الأشياء المهمة أو السمات الإقناعية المهمة اللي يتميز بها المتحدث الجيد إنه يتقبل النقد لما يجيش واحد من الجمهور يقول له انه اخطيت بالنقطه هذه او الفكره هذه فانه عليه انه يتقبل النقد. الابتسام الصادق والمزح المهذبه ان يكون يعني مبتسم للجمهور عشان يتفاعل معه الجمهور عشان يحس بالامان لو حصل فيه عمليه تفاعل من الجمهور عرض القصص والمواقف وضرب الامثله انا عندي انه ضرب الامثله خير دليل يعني لما تضرب مثال على على فكره او معلومه فهذا هو اكبر برهان طبعا هذه السمات السمات المتحدث الجيد اللي هي السمات الشخصية السمات الصوتية والسمات الإقناعية خلونا بنروح الآن مؤشرات تفاعل الجمهور أنا الآن أبي أعرف هل فعلا الجمهور متفاعل معي أو لا في مؤشرات سلبية وفي مؤشرات إيجابية شباب طيب خلونا نروح مع المؤشرات الإيجابية أولا عندي هز الرأس لما احد المتلقين او المتلقين اغلبهم يهزون بالراس معناه تأكيد لكلام المتحدث او تأكيد لكلامي. النقطة الثانية ميل الجسد للأمام، يعني انه لو كان منسدح قليلا او انه عفوا، بعدين مال الجسم إلى الأمام معناه انه يركز أو انه ينتبه مع المتحدث. وضع الإصبع على الخد أي بهذه الطريقة معناه انه هذا الشخص انه جالس يفكر بالكلام اللي أنت تقوله. النظر المستمر هذه احد اهم المؤشرات انه تنظر الى المتحدث نظر مستمر اي انه معناه انه مركز مع المتحدث، ترديد بعض الكلمات اللي يقولها المتحدث ايضا من ضمن المؤشرات التفاعل الايجابيه. تدوين المعلومات تسجيل النقاط انه لما يكون في تدوين معلومات او تسجيل معلومات فبيكون هذا الشخص متفاعل مع او مهتم في الكلام اللي يقوله المتحدث، واخر شيء التفاعل المتحدث مع من خلال تعبيرات الوجه، في بعض التعبيرات اللي توحي بانه فعلا الجمهور متفاعل معك. هذه كلها مؤشرات ايجابيه. خلونا نجي الان يا شباب وش المؤشرات السلبيه اللي المتحدث تجي للمتحدث بحيث انه يعرف انه الجمهور ما هو متفاعل معه. أول شيء التململ والاكثار من الحركة، لما تشوف انه الجمهور يكثر من الحركة، فاعرف انه هذا مؤشر سلبي، أيضا النظر إلى الساعة، لما تشوف أكثر من المتلقي أو الجمهور ينظرون إلى الساعة، فاعرف انه هذا من ضمن المؤشرات السلبية واللي هي عدم تفاعلهم مع المتحدث، النظر في أنحاء الغرفة ينظر الى المتع... الجمع... النصف الباقي من الجمهور او النظر في الغرفه ايضا وضع اليدين زي بالطريقه هذه انك تضع اليدين خلف الرقبه معناه انه هذه عدم التفاعل مع المتحدث التثاؤب والنوم كثره الاحاديث الجانبيه وتعبيرات الوجه في بعض التعبيرات اللي موجوده اللي يستطيع المتحدث انه يفهم انه فعلا انه الجمهور ما هو متفاعل معي فنحاول انه نجعل العرض التقديمي زي ما ذكرنا قبل شوي بشكل فعال وان تختار وسيله مناسبه بحيث انك تتفادى هذه المؤشرات السلبيه ومن ضمن الاشياء اللي لازم يدركها الطالب انه يجعل الجمهور يتفاعل معه فلو جعل الجمهور متفاعل معه ما راح تظهر لنا هذه المؤشرات لانه الجمهور يحتاج انه يتكلم ايضا اخذ وقت بسيط يعني يجعل الجمهور ياخذ راحته في الكلام وابدا رايه في العرض طيب هذا هو شباب نهايه جلستنا في الجلسه عنوان مهارات العرض والتحدث امام الجمهور الجلسه كانت عن مهارات العرض والتحدث امام الجمهور واتمنى اتمنى ان وفقنا في نقل المحاضره بشكل صحيح وسليم واتمنى انكم تستفيدون من هذه المحاضره طبعا في بعض الانشطه التي تفيد الطالب اتمنى انكم تلقون عليها نظره وتحلون بعض الانشطه يعطيكم العافيه وفي امان الله